معالي الوزير، بتشهد منطقة الشرق الأوسط تهديدات ومخاطر غير مسبوقة ومتسارعة ومتلاحقة، ويمكن آخرها كان الهجوم الإسرائيلي على إيران صباح اليوم. كيف ترون مخاطر هذه التهديدات والتصعيد الغير مسبوق على الأمن الإقليمي والدولي؟ وشكرا. شكرا جزيلا. كما ذكرت، مصر كدولة إقليمية رئيسية ومحورية ليس فقط في إقليمها ولكن أيضا في محيطها العالمي، هي دولة محورية ومعنية بطبيعة الحال بتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. التصعيد مسألة شديدة الخطورة، ممكن أن تنزلق الأمور إلى حرب شاملة في المنطقة ولا يستفيد ولا يكون هناك أي فائز من هذا هذه المخاطر. بالتأكيد احنا على اتصال مع كل الأطراف، ويمكن أنت تابعتي لقاء السيد الرئيس مع الرئيس الإيراني على هامش قمة كازان، وكان الهدف الأساسي هو العمل على خفض التصعيد وعدم الانزلاق إلى حرب شاملة في المنطقة. بالتأكيد احنا نسعى جاهدين إلى العمل على ضبط الأمور وخفض حدة التصعيد، وهذا لن يتأتى إلا بعدة سياسات محددة، أهمها التوقف عن كل السياسات الأحادية والاستفزازية، ثانيا التوقف عن العدوان والتوقف عن أعمال القتل كما ذكرت اليومية في قطاع غزة. وقف إطلاق النار في قطاع غزة هو المحور، هو الأساس في التهدئة في المنطقة، وبالتأكيد كما ذكرت أيضا وقف إطلاق النار في لبنان مسألة حيوية، بدون ذلك ستستمر مخاطر التصعيد في المنطقة ولن تكون هناك دولة بمأمن عن مخاطر هذا التصعيد. كما ذكرنا وكررنا، لابد من الحل السياسي، لابد من الاستماع إلى صوت المنطق والعقل، لا يوجد أي حل عسكري. كما ذكرنا أن القوة العسكرية وغطرسة القوة لن تحقق الأمن لأي طرف أيا كان في المنطقة، وبالتالي لابد من التفاوض، لابد من إعادة الحقوق المشروعة إلى أصحابها، وفي مقدمتها الحق في تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية على خطوط الرابع من يونيو 67 وعاصمتها بطبيعة الحال القدس الشرقية. بدون ذلك لن يكون هناك أمن ولا استقرار في المنطقة ولا لأي دولة بما في ذلك إسرائيل. شكراً.